أقل مدة عقد 3 أو 4 مواسم حتى نتخلص من الظاهرة، أم أنه ليس حل؟ على يعني كل حال اليوم حتى كيسمع المشاكل هذه اللي راه يقوم السيد عليه. يعني جوار ما مسني معك 4 سنين 5 سنين، غدوة 6 شهور الاولى ماشي خلاص يروح يشكي بك السياره اللي يولي حر. هو احنا غير في الجزائر بك السياره اللي يخدم هكذا وترمو في القانون، في القانون تاع الفيفا اللي وضعته الفيفا ولازم يطبق في كل البلدان. اللاعب هو اللي ديميسيوني وحده، اللاعب يرزي لي وحده، ما يروحش للسياره، يرزي لي وحده، يبعث مقال لرئيس النادي يقول له من اليوم جوريزي لي مون كونترا بور جوست كوز. هذا واش يقول بعد شهرين ولا 3 شهور؟ شهرين. همومنا ومتاعبنا كثيره، لذلك يجب على الاقل نحن كاعلاميين نساهم من خلال هذه البرامج. مسؤوليتنا ايضا كبيره، لان المشكل عميق في كره القدم الجزائريه، عميق قانونيا، اداريا، ماليا، فنيا. ياسي كمال، ياسي مصباح، بدليل قضيه اتحاد العاصمه ايضا خلتنا ندخل في دوامة من المشاكل. اتحاد العاصمة بعد أشهر يفوز بالقضية في الطاس، ويفوز بأحقية إعادة برمجة المباراة، تختلط الأمور في الترتيب، مشاكل كثيرة. ماذا أوصلنا؟ لماذا لم ننهي القضية هنا في الجزائر؟ وكيف الطاس تقول لك من حق الاتحاد أنه يلعب المباراة، ولجنة الانضباط وحتى المحكمة الرياضية في الجزائر قررت عكس ذلك؟ ما هو الخلل وأين كان الاختلاف؟ فعلا على كل حال في قضية الديربي اتحاد العاصمة ومدينة الجزائر نظن فيه فراغات قانونية، فراغات ألا وهي احنا يعني كلجنة نهار يعني درسنا الملف وصلتنا ورقة المقابلة على أن فريق غائب. السؤال المطروح، هل يمكن للجنة الانضباط توقيف القضية أمامها؟ قانونيا لا، لأنه علاش؟ حنا إذا كانت فيه قرار تاع برمجة لقاء، حتى ولا كانت تلك البرمجة في تواريخ الفيفا، الرابطة كان عندها رخصة من الاتحاد الجزائري من أجل برمجة لقاءات في تواريخ الفيفا، حتى ولا كانت احنا ما ندرسوش نقولوا قانونيه ولا غير قانونيه، احنا عندنا حاله واحده التي يمكن لها توقيف القضيه، الا وهي حاله القوه القاهره، حتى الماده 84 تنص عليها، يقول لك الفريق اذا كان غاب يوم اللقاء و يعني جاو برر الغياب تاعو على اساس فيه قوه قاهره، الا وهي يعني يجونا ملفات في الشبان كاس الجمهوريه، كاين وين لو بوس هذاك يحبس فيهم في الطريق كروفيزون، يجيبوا لنا محضر تاع الدرك الوطني على اساس فيه قوه قاهره ما قدروش يوصلوا للملعب، او فيه تساقط ثلوج او الى غير ذلك. اما اذا يجي ويقول لي عندي لاعب مستدعى الى فريق الوطني ولا يمكن، هنا هذا يرجع الى المحكمه الرياضيه، هي التي لها صلاحيات يعني النظر في قرارات الرابطة أو في البرمجة. أما لجنة الانضباط عندنا ورقة مقابلة، احنا درسنا على هذا برك السي كامل باش نتهناو من هذه المشكلة، لأنه يعني في كل مرة نظر بالمحكمة الرياضية فيه أموال تنفق، فيها صورة الجزائر بطل إفريقيا، كل مرة نذهب في صراعات هكذا، في قضية أخرى لوفاق الصيف من أجل المركز الثاني. السيرة شي درجة، ما هو الفرق بين قانون الطاس هنا في الجزائر وقانون الطاس في لوزان في نفس القضية؟ هاو الإشكال فقط اللي حبيت نفهمه ويحب يفهمه المناصر البسيط حتى نتخلص نهائيا من هذا الإشكال التي تؤثر على كرة القدم. بإمكانك تجاوب قبل رشيد. في فرق كبير، لأنه قوانين كرة القدم الجزائرية فيما يخص الصلاحيات التي تعطى إلى المحكمة الجزائرية في النزاعات الرياضية فيها يعني محددة على سبيل الحصر، لا تفصل في كل النزاعات يعني التي تخص كرة القدم. أما فيما يخص المحكمة الدولية للطاس لوزان لها كل الصلاحيات، ولكن الإشكال الموجود كيف احنا نطرحوا سؤال، كيف اليوم احنا الجزائر عندنا محكمة جزائرية تحكيمية رياضية والقرار تاعها تطعن أمام المحكمة الدولية؟ هذه في العالم ما كانش، لأنه علاش المحكمة الدولية لطاس لوزان تفصل، لا عندها غرفة الاستئنافات تفصل في قرارات الاتحادات والقولوا الهيئات الرسمية الرياضية العالمية، يعني يكون قرار اتحادية أو رابطة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة، ولكن ما دام احنا عندنا محكمة رياضية لماذا نذهب إلى طاس لوزان؟ كيف أن محكمة رياضية تحكيمية تستأنف أمام محكمة تحكيمية رياضية؟
هذه نقول لك وراء الإشكال. الإشكال راه في المادة 106 من قانون الأنشطة البدنية والرياضية، المادة قانون 83/05 الذي فتح استئناف أحكام المحكمة الرياضية. مادام أنا عندي محكمة جزائرية ونعطي لها كل صلاحيات لتفصل في كل النزاعات الرياضية، لا نحتاج إلى اللجوء إلى محكمة الطلاس إلا في حالة وجود طرف أجنبي. إذا كان فيه نزاع مختلط فيه طرف أجنبي هنا نفتح له المجال. نفس الشيء لأنه عندها يعني تقريبا شهر كنا درنا يعني يوم دراسي في القاهرة يعني عن بعد مع رجال قانون مختصين في التحكيم الرياضي. فيه قضية كذلك لا كوميسيون ستاتي جوار. لا لا نبقاو فادي. لا 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 باش نرجعوا للمحكمة التحكيمية. نفس الشيء. لا كوميسيون ستاتي جوار. احنا عندنا في الجزائر كاين عقد بين يعني لاعب والنادي أجنبي لاعب أجنبي يلعب هنا في الجزائر. وفي العقد فيه شرط تحكيمي، الشرط اللجوء إلى لا سيارال. لكن هو وين يروح؟ يروح ما يروحش لا سيارة الجزائر، يروح الفيفا مباشرة. وعلاش يفصلوا فيها الفيفا؟ عدة قرارات صدروا العام هذايا شحال الفارق؟ لا ماهوش معليش حقه. ولكن إذا كان هنا درنا لو كان درنا شرط تحكيمي في الجزائر في حالة وجود نزاع نروح للمحكمة الرياضية، هنا ما يجوزلوش لأن فيفا فيه قانون يمنع إذا كانت عندك هيئة تحكيمية ما يفصلش في النزاع لانها تسلب الاختصاص. هذا هو التحكيم. سي كامل المصباح، لدي انا محظوظ اليوم عندي مستشار قانوني هنا في البلاطو، لذلك حتما سامرر له الكره. كيف ترد على ما قاله سي كامل؟ نقول على الاجابه الاولى فيما يخص قضيه اتحاد العاصمه، يعني قضيه التربي اللي ما تلعبش. انا ما تنساش باللي ان الهيئه تحكم الموقره اللي هي لجنه الانضباط عندها صلاحيه، طلع القانون صلاحيه في الاجتهاد. قدروا يعني تجتهدوا انتم، المشكله انكم ما تجتهدوش. انت قد هذا مع وجود النص. اسمح لي اجتهاد انا النص قدامي كما يكونش عندك نص حتى كما يكونش عندك نص. لا الاجتهاد لا اجتهاد مع وجود النص. انا رشيد عندي التاكس يقول لك لي كا دو فورس ماجور سون اونتيريتي فان جوغاجي. اتفقنا رشيد حتى نبسطوا الحوار حتى نفهموا جيدا. انا فهمني فقط رشيد كيف لجنه الانضباط اتخذت قرار، الطاس في الجزائر اتخذ قرار، وفي لوزان قرار اخر مغاير، اين هو الخلل يا سي رشيد حتى نتفادى المشكل مستقبلا؟ لجنه الانضباط ومن بعد موراها لجنه الطعون على مستوى الفاف، ومن بعد الطاس تاع المحلي، ومن بعد الطاس لوزان. هي كلها وانتقلت واش من قانون طبقوا الطاس تاع لوزان. طبق القانون الجزائري، طبق ريغلومون دي شامبيونات فوتبول بروفيسيونيل اون الجيري، وطبق لي ديسيزيون دي بيرو فيديرال لو دوسي ان بو با فير ريفيرونس ا دوت ريغلومونطاسيون بار لا ريغلومونطاسيون الجيريان نو سون دوزيام ماتش شامبيون الجيري. طبق القانون الجزائري. القراءه تاع الطاس تاع لوزان ما قراوهاش هنا في الجزائر لي تروا نيفو، لا كوميسيون ديسيبلين، كوميسيون دو ريكور، طاس دالجي، ما كانش عندهم هذه القراءه. دوك نولي لك اش قراءه صلاحيات. لا 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 اسمح لي حنا ما رانا حنا لجنه انضباط لسنا بمحكمه. هل انا نطرح لك سؤال؟ هل من صلاحيات لجنه انضباط ننظر في قرارات المكتب الفيدرالي ولا قرار برمجه تاع رابطه؟ ماهيش من صلاحياتي. المحكمه الرياضيه هي اللي تفصل فيها. حنا عندنا حاله واحده، راهم هنا لاعبين تاع كره قدم. اذا كان فريق غائب يجينا ورقه مقابله غائب تبرر لي تقول لي باللي عندي كارت فورس ماجور، نعرفوا الشيء هذا. ما قدرناش هنا، هاو النص واضح يعطي لك صلاحيه اعاده البرمجه. صح تقول لي باللي برمجه غير قانونيه، نقول لك روح المحكمه الرياضيه الغيه واروح امام لجنه الانضباط تعاود البرمجه تاعها. استاذ المسيرين اللي كانوا ذاك الوقت اتحاد العاصمه نظن اللي تقدموا بملف. لا ما تقدموش بملف امام لجنه الانضباط، تقدم زميل محامي ورافع على مستوى اللجنه على اساس انه يعني عندهم لاعب مستدعى. لا هذا واش ما قدموناش ملف. لا انت كيما كريمه تفضل بسرعه لحظه لان عندنا ما يتلعبش الماتش. مش اجنبي، ما محلي، ما تسد عليه حياه شريف يروح ليكيب ناسيونال هكذا. تمام ليكيب تاعو ما تلعبش. معليش فعلا احنا ماناش نهضروا على قانونيه البرمجه، نتكلموا على صلاحيات اللجنه. خلاص صلاحياتي نقول باللي برمجه تاع رابطه وبالتالي نستبعدها او نلغيها. لا هذه من صلاحيات المحكمه الرياضيه. سي كمال صلاحياتنا اذا كان فيه قضيه تاع يعني قوه قاهره الفريق ما لحقش يلعب
بسبب قوة قاهرة هنا سي تان كات فورس ماجور وفي وفي ديجا 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 الاجتهاد يكون علاش لا الاجتهاد لازم يكون انا نعطيك انكا انا نعطيك انكا انكا وانتم ما درتوش الاجتهاد كان كنتم طالبين باش تشهدوا في ذاك القضيه ما درتوش فيها اجتهاد ما درتوش فيها اجتهاد درستوا قضيه تاع تسجيل صوتي بين ملال وعرامه درتوا ماتش بيردو نو درتوا ماتش بيردو بور لي دو زيكيب درتوا ماتش بيردو بور لي دو زيكيب لا ديسيزيون تاعكم واش من ماتش هذا لوجيستيرومون ما فيهاش ماتش فيه ماتش سياسي اسما كان يهضر فيه المسؤول تاع السياسي والمسؤول تاع جي اس كا اسك جي اس كا في ميزك انت تخسر الماتش لعبتو مع البرج في تيزي وزو هما كانوا يهضروا على الماتش سياسي اسما انت خسرت الماتش انت لحيت ماتش بيردو لجي اس كا هما لعبوا مع البرج ديرني ماتش هاد لا سيزون النص القانوني يتكلم لا 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 مش النص القانوني نعرفوا النص القانوني هنا قدامي كيما عندك هذاك هو النص القانوني باش نجتهدوا ماشي تخالف دوك نقول لك على الاجتهاد رشيد قلنا الاجتهاد نقول لك على الاجتهاد اسمح لي في القانون مبدا قانوني يقول الاجتهاد لا غياب النص مع وجود النص في غياب النص الاجتهاد في غياب النص القانون راني معاك ماشي عند القانون واللي عند القانون مش عند القانون مش عند القانون اجتهاد ونص عندك اسمح لي يا استاذ رجال قانون سمح لي في لي كوميسيون اسمح لي يا استاذ علاش انت راك رجال قانون في لي كوميسيون جوريديكسيون انت راك اجل احترام النص القانوني معليش معليش انا جايك يا استاذ سي لا لوا ميم لو سكالي توردي اون لابليك فوالا سي سي تاع كيكزيت انت راك تخدم بلائحة الانضباط تاع 2016 هكذا تخدم بلائحة الانضباط تاع 2016 اخر لاحب اخر لاحب انضباط اللي صدرت على المكتب الفيدرالي تاع 2016 في مطلع موسم 2016-2017 دخلوا مادة جديدة في ريغلومون دو شامبيونات فوتبول بروفيسيونيل اللي كانت ما تكزيستيش اللي هي لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون اوبارافون اللي تي انترديت اللي تي بيرميز اوبارافون اللي تي بيرميز الارتيكل هذا اللي طبقته انت هذا كي انا رئيس نادي وانت رئيس نادي تفهموا على اللقاء تاعنا مباشره رايحين نلعبوا مع بعض هنا عندنا ماتش بيردو مادام داروا الماده هذه جديده في فريق لو شامبيون دو فوتبول بروفيسيونيل وما داروا لهاش ماده في لائحه الانضباط هنا لجنه الانضباط تجتهد كاينه توتاتيف دافليونس تجتهد كاينه ها عليك لا تونتاتيف دانفليونس سو لو كو دو شامبيون بريفي بار لاتيك 120 او يحيلك لاتيك 120 دو ريغلمون دو شامبيون دو فوتبول اي سانكسيوني بار ماتش بيردو بو ليكيب بو لو كلوب فوتيف سونز اتريبيسيون دو بوان ليكيب ادفيرس اي مي راه نص واضح كيما حطيت كيما طبقنا بصح انا فهمني كيفاش كانوا يهضروا على لقاء اخر لقاء في البطوله اللي جمع بين شباب قسنطينه واتحاد العاصمه كيفاش جاسك تخسر الماتش تاع لعبتو في تيزو مع البرج النص القانوني يتكلم هكذا النص القانوني النص القانوني ها واضح هذا جاني اللي حسها رشيد بسكرتها علاش جاني ربما عندك الكود ديسيبلين اولا اقراه النص عاود قريته مليح مليح وبالتالي يقول يجب تعديله وما نقولوش باللي التطبيق وصلت الى قناعه الاستاذ كمال بصباح وهذه ما حبش نهضر على القضيه في حد ذاتها لان القضيه راني قلت لك ديجا القضيه انتم غالطين فيها من الديبي حتى لافان من تكييف الافعال الى المواد المطبقه والى وإلى القضيه فصلوا فيها الانضباط وراحت للطعن وراحت شوف راحت للطعن شوف